السينما النظيفة؟ لا، هو السينما النظيفة دي مصطلح انا مش فاهماه لحد دلوقتي، وانا بقول انا مش فاهماه، وبقول ان هو اطلقه صحفي ما والناس شبطت فيه، وبنردد احنا الكلام، متعودين ترددوا الكلام، نقعد نردد الأسئلة. لا مش عايزه ارد، اصل انا رديت عليه قبل كده كذا مره، فانا مش فاهمه يعني ايه سينما نظيفه والسينما مش مغسوله بالرابسو. ايوه، فانا مش انا ضد ان احنا نردد الكلمه عشان ما تشبطش فيها اجيال تانية، فارجو ان احنا ننساها لانها مش مفهومه اساسا. او نصنف فكره الفن ان هو فيه نظيف فيه مش، لا هو بص، انا بيعجبني الهري 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 بقى، ما احنا مش لاقيين حاجه نعملها، بنقعد نهري 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 ونكرر الاسئله ونكرر الاجابات بحثا على ايه؟ ان السؤال ينور، بس نسال اسئله مفيده، لا نسال اسئله ايجابيه، لا نسال اسئله اجابتها هتنفعنا في المستقبل، لا انا بتقيس نفس الاسئله. قصه مطروحه الايام، قصه الايه؟ الاعتزال. ما اللي عايز يعتزل يعتزل يا عم، ما اللي يعتزل يعتزل، ناس تعبت ناس زهقت، قالت لك اعتزل ماشي، تريح وتستريح. حد عايز يكمل؟ ما هو الطريق كمان مش سهل، خلي بالك. حد عايز يكمل يكمل، حد عايز يعتزل ما يعتزل، وانا هرغمها ما تعتزلش. انا هرغمها مثلا تتجوز او ما تتجوزش، دي حريه شخصيه. ياسمين عبد العزيز كل الجمهور كرهك بسبب اللي عملته. ده طبيعه الدور، طبيعه الدور. اللي عملتيه في ياسمين عبد العزيز، لا طبيعه الدور. كلميني عن النجاح. لا الحمد لله، المسلسل نجح كويس في رمضان.